الترجي كي يبدا معناها ماهوش في العادي معناها اللي هو ماهوش بطل دونك اقل شيء لازم رتبه ثانيه معناها بالتليق بالفريق وتخليك وتخليك تلعب تشامبيونز ليغ لانه نحن نعيشوا بالتشامبيونز ليغ هذه اهم حاجه دونك اذا كان ماناش ابطال كالعاده اهم شيء الاوبجيكتيف اللي جينا عليه لان جينا بقينا صعوبات كبيره مرتبه خامسه دونك اليوم المرتبه الثانيه الحمد لله معناها الاوبجيكتيف اللي بيخلينا نلعبوا تشامبيونز ليغ خلطنا عليه وهذا مهم جدا الصعوبات اللي لقيناها كيف كيف بالاصابات باللاعبين اللي مرهقين ولاعبين اللي جايين من الكيب ناسيونال ما خلناش الوقت وشاك دو تخوا جوغ فما ماتش ما لقيناش الوقت باش نحضروا سو لو بلون تكتيك معناها ونخدموا في التيران اهم حاجه معناها سو لو بلون مونتار خدمنا برشا وصلحنا بالديزوناج ولو لاعبين مشكورين معناها اليوم شوبان تراجي قاعدين يتحسنوا المباريات الاخرى اللاعبين الاخرين زاد كيف كيف رغم التعب وكل شيء قاعدين يسابليك وقاعدين يطبقوا معناها الحمد لله خلطنا ومشكوره معناها سي اس اس كيف كيف جمعيه كبيره لانه اليوم على الميثاق الرياضي لعبت وعملت ماتش نيول الترجي كيف كيف جمعيه كبيره ولعبت بالميثاق الرياضي زاد مع حمام سوسه وقت اللي ما فماش رهان في مباراه انتصرت بالسي اس اس تعدت البلاي اوف هذوما الفرق الكبيره واللي تلعب على الميثاق الرياضي وذيك هي الشارع نتاع الكره ونحب نقول زاد للمستير معناها برافو لانه المستير عندها توا سنين قاعده تنافس على المراتب الاولى وقاعده تخدم مليح دونك ان شاء الله احنا توا نحضروا معناها خمس ايام راحه ونتاع معناها التحضيرات عندك جمعتين تحضر باش تمشي من بعدين الكوباراب ولا دونك الكوباراب مش عندنا وقت كبير باش سيرتو مع المنتدبين الجدد واللي منتدبين باش تكمل تسير من بعد معناها باش نجموا سانتيغر حبينا بريباراسيون تكون كامله على سي سومان وكيما عملنا في العوام اللي عملنا فيهم ايكيب كبيره وانا دوميني معناها الافريق خدينا وقتنا وخدمنا مالوزمون المره هذه مش نلقاو وقت ولكن باش نعملوا الماكسيموم باش ننوروا ان شاء الله الشعار نتاع التراجي ونخليوا صوره باهيه وبقدره ربي ان شاء الله من هنا الجاي التراجي باش ترجع ان شاء الله للاشعاع نتاعها ان شاء الله.